تم اطلاق الشوط الان. توكل على الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم اطلاق الشوط السادس بنجاح من قبل سلطان الساعدي، من قبل سلطان الساعدي في الصدارة اللي هو 122 122 و131. زيكو في الصدارة، زيكو في الصدارة، والتليه في المركز الثاني 123. يا سلام يا سلام، 200 متر باقي، 200 متر باقي. أمية في المركز الأول 123، في المركز الثاني 131، وريشان في المركز الثالث. أمية وثلاث وعشرين، أمية وثلاث وعشرين في الصدارة، فاله الناموس، ومية وواحد وثلاثين في النهاية، 229 الثالث، ريشان الرابع، ريشان الرابع. هذا مب ريشان، هذا مب ريشان اللي هو انطلق الشوط السابع، انطلق الشوط السابع، والمتصدر الذي في الصدارة اللي هو اللي هو 137، 137 في الصدارة، ويتليه 135، ويتليه 135. كم؟ اعطني اسم راعي، اسم راعي، اعطني اسم راعي. 77 الاول. ها؟ 77؟ لا لا 100. ويتليه في المركز الثاني 147، 147. يا سلام يا سلام يا سلام. الثاني منصور بن شرارة، منصور بن شرارة في المركز الأول، منصور بن شرارة في المركز الأول، ويتليه 127 في المركز الثاني. يا سلام، المنافسة، المنافسة في النهاية، 237 للمالك، المالك صده، راعي صده، صده الثاني 135. يا سلام 135، يا سلام في الصدارة، لا زال في الصدارة 147، 147. يا سلام يا سلام يا سلام. ولعه ولعه في مركز الثاني 147 الأول، 237 الثاني، 139 الثالث، الثالث الأسود اللي هو رامه من برا، جد خلنا نشوف رامه 135، 135 في مركز الثالث. تم انطلاقة الشوط الثامن، روح 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 روح. وفي ما
المركز الاول او في المركز الاول. روح 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 روح. كم رقم كم رقم معك؟ ها؟ اللي هو اللي هو مفاجأة المالك يونس شفيع محمد، يونس شفيع محمد وفي المركز الثاني، في المركز الثاني اللي هو خطيرة، في المركز الثاني خطيرة تصدرت خطيرة 161 161 بارود المالك محمد مطر بن شرارة الكتمي في المركز الأول، في المركز الأول بن شرارة يتلي في المركز الثاني 167 المالك يونس شفيع في المركز الثاني، في المركز الثالث اللي هو في المركز الثاني 173 المالك أحمد جمعة الخيالي، في المركز الثاني أحمد جمعة الخيالي، في المركز الأول بن شرارة الكتبة في المركز الأول، في المركز الثاني في المركز الثاني 160 160 دياب عيسى الفلاحي، دياب عيسى الفلاحي. سلامتكم وعليكم الناموس يا شباب. بس خلاص وقفني في النهاية خي يصور شوية قدام، هني وقف شوية قدام. تم انطلاقة الشوط. روح ديت خشب. يا سلام يلي بالناموس، اللي بالناموس يروح سابق الشوط يسبق بيده. 152 في المركز الاول مالك محمد حمد الشامسي، محمد حمد الشامسي في الصدارة، محمد حمد الشامسي طيره ما شاء الله على طيره. في المركز الثاني 192 في مركز علي محمد العرياني، في مركز الثاني علي محمد العرياني، في مركز الثاني جمرة في مركز الثاني، في مركز الثالث 197 197 خالد أحمد المهيري في المركز الثالث، خالد أحمد المهيري في المركز الثالث، دراج في المركز الثالث، في المركز الثاني 92 اللي هو علي محمد العرياني، علي محمد العرياني المركز الأول. يا سلام المركز الأول 182 مالك محمد حمد الشامسي في المركز الأول. وتهانينا الناموس في المركز الرابع 179 خالد علي المفتاح، خالد علي انطلق الشوط العاشر والشوط الأخير في الصدارة ناصر سيف النيادي في الصدارة 218 ناصر سيف النيادي، وفي المركز الثاني 211 سرور محمد حمد المزروعي نوماس في المركز الثاني
نواس في المركز الثاني وفي المركز الثالث 216 المالك زايد خالد الفلاحي. يا سلام يا سلام المركز الثاني استوى التبديل في المركز الثاني 200 والمالك المالك حمد راشد العزيزي في المركز الثاني حمد راشد في المركز الثاني في المركز الاول 200 روح 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 وفي المركز الثاني 211 المالك سرور محمد المزروحي في المركز الثاني في المركز الاول في المركز الاول اللي هو 218 المالك ناصر سيف النيادي في المركز الاول ناصر سيف النيادي لطم في المركز الاول. يا سلام يا سلام يا سلام على الصدر يا سلام النيادي في المركز الاول 218 ناصر سيف النيادي ناصر سيف النيادي. يا سلام هذا من ناموس 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 اشكر هي والله الاول دقيقة و47 اللي في مركز الاول.